خلينا نغير اللوكيشن يا اخي، دائم جالسين على الكراسي ما يصلح. طيب ايش رايك، ايش رايك اسمع، ها اعطيكم اسئله ثقافيه؟ اعطيني اخوي لابس جينز ما يمديه صراحه. سبق ذاك اليوم وطاح مايكي. هذا ما لا 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 انا اوعدك وعد، انا اسوي في نفس الحركه، اوعدك وعد ورب مبارك لا غير يجيك شيء ما تنساه طول عمرك. لا طيب اتحداك اصلا تكون جالس في نفس المكان هذا الشهر، مستحدي في حياتك الا اذا كان محكوميه سجن غيرها ما في. الصدق غيرها ما في، لكن هنا احنا مو هنا مو سجن، بس زي ما تقول كل ممنوع مرغوب، صح ولا لا؟ احنا عندنا كل شيء ممنوع، جوال ممنوع، طلع برا ممنوع، ما ادري ايش ممنوع، صح ولا لا؟ جوالك اسهل شيء ممنوع، يعني على ما قالوا كلها في راسك، لكن طبيعي. هذا من المثل؟ ايش؟ هذا كلها في راسك. مو مثل ذا، وانا قلت على مثل. لا يعني المثل يقول اذا كان صاحبك عسل لا تنحسب. كيف نستريح؟ الله اكبر الله اكبر. تعال خذني للفرح. تعال ثم خذني معك، ما هو مهم الوين تا، خذني يمينك او شمال. يا هلا وسهلا فيكم في المؤتمر الاول في هذه القرية تحت شرف معالي المدير العام للمجلس البلدي عبد الله بن خالد الجميري، لسماع اسئلتكم وسماع استفساراتكم. انا الان اطرح بين ايديكم المؤتمر لكي اكون متواجد فيه اول شيء، ثم أجاوب على أسئلتكم الكريمة. إيش طموحاتكم في القرية؟ إيش تتمنون في القرية؟ أعطوني الأسئلة. بالمناسبة أول مؤتمر صحفي يحدث من بداية زد رصيدك واحد إلى الآن تحت شرف الأستاذ عبد الله بن خالد الجميري. سؤالي سؤالي لك يعني ما هي أبرز مشاريعك القادمة؟ بحكم أنه ما شاء الله أكثر الشباب عندهم موهبة الرياضة والأشياء هذه، في يفتقدون للملاعب جوا القرية، هل فيه خاصة كرة الطائرة؟ افتقد النوع معين من الفطائر، فيا ريت يكون متواجد في الأيام الجاية، فهل راح يكون متواجد أو لا؟ بإذن الله بإذن الله الأحد اللوكيشنات راح تتفخم بشكل غير طبيعي. النقلة النوعية أنه راح تكون على الهواء مش بعد الهواء. فزت أمس بالمزاد واللي قبلي معهم آيفونات، هل لي آيفون ولا مع الباب؟ كلنا نتوجه لنا، هو نجاحها هو نجاحنا، وتميز راجع هو تميزنا نحن، وأنا أول وأنتم كذلك. هيا تعال هيا تعال هيا تعال هيا تعال أنا تراني في رجاك، أنت الغوا وأنت الحلا، هيا تعال هيا تعال. طبعا السلامة هذا ما تمسي شماغلك يصير بطانية. يلا نم تغلط نم. ايه تاخذ شماغ غيرك تقول شماغي ما هو شماغ هذا بطانية تقول علي. لا اصبر اصبر يلا. خلوا أولادي يا نام نذبح له شيخ الحمام، خلوا أولادي يا نام نذبح له شيخ الحمام. شبرا أمرا 50 جو شبرا أمرا نزل نزل شوف هناك يد اللي تنذكتها قبل عام، اي والله احن واخوالها مروحه مروحه. عاد انت متعود على الطمر ابن من ورا الدنيا الدنيا الله، وذقنا ما بلاها من بلاها، تعبنا من ورا الدنيا الدنيا.